إذا ما تحول سوريا لبريد رسائل بين الأطراف الدولية والإقليمية، ماذا عن سوريا في حال توصل اتفاق نووي؟ ما الذي سيطرأ بالنسبة للملف السوري للتواجد الإيراني في سوريا؟ أعتقد بأن الولايات المتحدة ستبقى ماضية في مشروع استهدافها للأثر الولائية في سوريا، واليوم نحن نتحدث عن المنطقة الشرقية بشكل عام، تحت يعني هذا الكونتون الموجود، يعني خطوط الملاحة الجوية بشكل عام هي تحت إدارة الولايات المتحدة. كذلك أيضا على الطرف الآخر نتحدث عن المنطقة الجنوبية والوسطى، هذا الكونتون الآخر الذي هو تحت الإدارة، يعني إدارة خطوط الملاحة الجوية الإسرائيلية. كذلك أيضا هنالك الطرف الآخر الروسي يسيطر على باقي الجغرافيا، إضافة للطرف الآخر وهو تركيا. هذه المناطق النفوذ المتعددة أتاحت للولايات المتحدة وكذلك أيضا لإسرائيل وباقي الدول أن يكون هناك تنفيذ عمليات لاستهداف إيران في هذه المناطق بشكل عام، وبوجه التحديد من منطقة الساحل. عندما نتابع الاستهدافات الأخيرة منطقة الساحل، ميناء بانياس، وكذلك أيضا استهداف شحنات الأسلحة وبعض بعض قطع قطع المستخدمة في تصنيع المسيرات، كذلك أيضا بعض التكنولوجيا المختصة بعملية الصواريخ المجنحة، كل ذلك أعطينا يعني تصور بأن حجم الاستهداف، حجم الانتشار الكبير الإيراني في سوريا سيكون في الآونة الأخيرة سيقتصر وسيتمحل بشكل كبير، إذا أخذنا بعين الاعتبار حجم تلك الضربات وكذلك أيضا التنسيق المستمر. يعني في بحد ذات هذه الرسائل بالنسبة للولايات المتحدة هي رسائل تطمينية للجانب الإسرائيلي بأن أمريكا لن تقبل بأي اتفاقية في حال استثنيت منها الأذرع الولائية، وأنها ماضية في عملية تقديم الدعم اللوجستي الكامل لحلفائها في منطقة الشرق الأوسط. وبالطرف الآخر نتحدث عن إسرائيل، أيضا هي تقوم باستهداف هذه الميليشيات، فأعتقد أن عملية الدفع المستمرة من قبل ميليشيا إيران والأذرع الولائية المنتشرة في هذه المنطقة سيستمر إلى أمد بعيد، لكن عملية استمراره ربما قد تتغير بالنسبة للولايات المتحدة وكذلك إسرائيل من سياسة جزر العشب إلى سياسة الاستهداف المباشر عبر حرب المباشرة من خلال استهدافها، سواء كان عبر الطائرات أو حتى من خلال استخدام قوات برية. ربما قد يتطور الأمر في حال عملية دفع المزيد من المقاتلين من قبل الجانب الإيراني، قد يكون هناك اشتباكات في هذا الطريق، يعني إيران تحاول بشكل أو بآخر السيطرة على الطرق الدولية من بغداد وصولا إلى طريق دمشق الدولي، كذلك أيضا وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط عبر ميناء بيروت وغيرها، هي تحاول وصل هذا الطريق والولايات المتحدة تقطع هذا الطريق سواء كان من خلال يعني ولكن